هذا هو الكلي سمارت ديالو، فيه جوج هنايا، فيه حتى هنا باش مثلا سكتو. دابا تلوكا لوكيناه هنا، الساروت كتحل اون فوا كتحل. السلام عليكم، تحياتي جميع الخوت وخواتات مع عند موتو ستريت، نتمنى لكم الخير. فيديو جديد كيف ما وعدناكم الخوت بالنسبه للستوريات اللي حطينا في الانستغرام على قبل اس تي ماكس اوستين 200، قلت لكم غنديروا تيست رايد ومراجعه شامله. موتور ديجا تباع، ديجا الناس خداوه. كما كتشوفوا اوستين راه من هذا، من عائله ديال اوستين. اوستين عندها ريبيكا، ريبيكا النورمال، ريبيكا الاس، عندها الاوستين جي تي ار والاوستين ايفوتيك، يعني عندهم واحد العائله ديال لي موطو. يعني اوستين داخله مفورسيه في السوق، ماشي داخله ضعيفه، يعني عندها لي موديل وحتى السيرفيس ابريفون ديجا عندهم. نقربكم شويه الخوت لا مارك و واش الشركه اللي داخله المغرب، واش داخله ما معروفاش ولا معروفه، يعني الشركه داخله ديجا معروفه، ديجا عندهم لاتولي، عندهم الكارانتي، عندهم كلشي. مي هادشي ديال معلومه خاصه بالشركه اوستين، راه عندها لي موديل بزاف، ديجا بدات في السوق هادي عامين خدامه، غاديه خدامه كتعطي في العطاك. وهذا اللي جات، كانت جابت 125 في الرودستر، وجابت سكوترات يعني ستيل فيسبا، وجابت سكوترات 50 بحال هذا الشكل هذا، وعجب الناس. ودابا جابوا لهم 200 الاس تي ماكس 2024، وهذا الخوت كما كتشوفوا غنديروا ليه تيست رايد ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لهذا، هذا برخصه السياقه، يعني بيرمي، يعني اي حاجه 125 والفوق راه كلها بيرمي. بالنسبه كيجينا الموتور فيه في البوا ديالو كامل، كيجينا 125 كيلوغرام. هادي فيرسيون اي بي اس، ماشي فيرسيون نورمال، يعني فيرسيون اي بي اس اللي كاين فيها اي بي اس قدام اللور. الاوستين اس تي ماكس 2024 كتجينا بالنسبه للطابلو ديالها تي اف تي كولور كما كتشوفوا، كيعطيك جميع المعلومات اللي غتحتاجها في الموتور كلها كتطلع لك في الطابلو. كتجينا بكاربيراتور سيستم انجكسيون الخوت. بالنسبه هذا من الفئه ديال ماكسي سكوتر، يعني نقولوا سكوتر ديال المدينه ديال تقضيب الاغراض، ومام طو كيعطيك ماكينه اداء ديالها زوين، يعني ماشي ضعيفه بزاف. 200 اس تي ماكس 200 2024 هي هذه الخوت كيف ما كتشوفوا. طلعة كتطلع مخيرة، شوفوا معايا الديبار، فوالا ما شاء الله الديبار فيها زوين، يعني موتور كيتحرك كتكسيري كيقول لك هاني معاك، مزيان في الأداء ديالو. بالنسبة للإخوان كيجينا بالقوة ديالو، بالنسبة للمحرك فيه 15 شوفو باش كيجي. بالنسبه للريزرفوار كتعطينا 13 لتر ونص، يعني خزان الوقود راه كافي بالنسبه للمدينه، الدوربينار كامل بلان، يعني بالنسبه للتر كونسوماسيون زوينه، فيه كونسوماسيون ديالو 3%. وموتور مانيابل كتحكم فيه كيف ما بغيتي ما شاء الله. على كما كتشوفوا، او لا لي لا لا، مي وسط المدينة هذا واعر في الأداء ديالو وسط المدينة، الناس اللي خدامين وكيتحركوا وسط المدينة غيعجبهم بزاف. بالنسبة للثمن ديالو راه غادي تلقاوه في الديسكريبسيون في الوصف، هو ولا باج ديال انستغرام وفيسبوك، وحتى لوكاليزاسيون ديال المحل ديالنا، يعني ولقات إقبال دابا حاليا، الناس تاخدها عجبتهم. راه فيها جوج ديال لي فيرسيون الخوت، فيها وحدة فيها أ بي إس والأخرى اللي مفيهاش الأ بي إس، الثمن كيكون مختلف فيها. اللي فيها الاي بي اس راه غتكون ب 28000 درهم، اللي ما فيهاش الاي بي اس ب 26000 درهم، حيت راه جوج ديال لي فيرسيون اللي جايين، جات دابا هادي وغتجي عاوتاني وحده اخرى من غير هادي. الأداء ديالها زوين وسط المدينة مخيرة الخوت، 15 شوفو
ريزيرفوار 13 لتر ونص، عندك لابي اس تحكم فيها سواء بنت ولا ولد غير تحكم فيها عادي. هذا هو الافونتاج ديالها، زوينه باش زوينه. عندك اكرون تي اف تي، عندك لي كلي سمارت، ديمارج سمارت، عندك الكوموند لاسيل حتى هي بهاد الكوموند كتحل. غادي نوقفو ندير واحد التجربه ديال الديماراج، نوريكم الطريقه كيفاش تحلوا لاسيل وتسدوها. كتحرك به عادي، واحد السلاسه فيه. يعني كتحك به كيف ما بغيت، فهمتي؟ عادي، في كيدون ديالو ساهل، فيه دغيا كيتحرك. يعني هاد السلاسه اللي فيه كتعاونك انك تعاونك في وسط المدينه في الزحام، يعني تسلت كيف ما بغيت، دور تخرج من الزناقيط. أوستين اس تي ار ماكس 2024، ما شاء الله هادشي زوين بصراحة. حاجة وحدة، الإنسان يحترم قوانين السير ديالو، وهادي راه ماشي كتبقى موتور ماشي ديال السرعة، يعني ماشي ديال الموتور ديال أنك تجري به واحد المسافة وتكسيري به أكثر من القياس. كيبقى ماكسي سكوتر، تحترم السير ديالك، القانون ديالك في المدينة، ما تجريش بزاف. هادشي إلا بغيتي تهلا في هاد الدراجة هادي تبقى مزيان، وتهلاتها في حياتك حتى نتايا. الدراري اللي غياخدو يتكيسو على ريوسهم، مشيو قليو بيه الأغراض. غادي ندير واحد التجربة، غندخلو وسط الزحام ونشوفو واش غادي يطلع لينا وسط الزحام ولا لا. فغنبارطاجي معاكم كل شيء. حاولت قلت لكم هذاك الشيء اللي عارف فيه دابا الدراجة. البوا 125 كيلو، 15 خيل اللي فيه، ريزيرفوار 13 ونص، سيستم انجيكسيون، ديماراج الكتريك، ليكليراج فول ليد، بالنسبة كذلك لنسيت شي حاجة، ABS، شنو اخر عاوتاني لنسيت شي حاجة فكروني في الكومنتير. وحنا ديما مع الجديد، وديما المطر كان عندي هو عندي، ولكن ما درتش ليه فيديو الخوت، والله ما ساليت باش نبارطاجي معكم شي فيديو بحكم الخدمة اخرى عندي، اخرى عندي حوايج اخرين خدام فيهم، وبحكم عاوتاني الوليدات ضروري خصك تخرج وليداتك الويكاند، ما بقاش عندي ذاك الوقت اللي كنقدر نعمر به. يعني الويكاند كتاخد تتفرغ فيه، ما بقاش من غير اللي ضربت شي سالاته كل ويكاند نسلته شويه. والانستغرام الخوت راه كنبارطاجي فيه كاع الماطر كبار، الدراري اللي كيبغيو الحاجه بيرمي سواء من 195 كل فوق راه كنحطهم في الانستغرام. طابي عندك كتحط رجليك تسرحهم ولا تجمعهم بحال هكا فوالا، ولا تثبطهم بحال هكا. نشوفو واش غادي نسلتو. اي هادشي باش زوين وسط المدينه، هو مخير انك غادي تسلت به ما تحلش في الزحام. هنا عندنا لاسيل، وهنا عندنا كذلك بالنسبه للريزرفوار باش تحل الريزرفوار دير ليسونس. هنا هذا هو الكوموند، كدورو جوج دورات على اليسر كديماري، الدوره الاولى النقشه الاولى كتحل بها لاسيل. جبت دورة عالمية من درب سلطان لسيدي معروف. غادي ما كنحسش براسي فين غادي كنهضر، باش تعرفوا باش نجربوا جميع الحوايج. غنجيبوا الدورة من الفوق ديال النسيم، نطلعوا على ديك القنطرة ونقطعوا ونرجعوا تاني مع المستقبل، ونهبطوا لدرب سلطان ان شاء الله بحول الله، لشارع الفيدا القصرية المنجرة ديال الذهب فين كاين محل موتو ستريت. يا سلام يا سلام، الدراري الصغار عالم كتكون فيهم البلية الماطر من الصغر، وكاين اللي ما كتكونش فيه، من الاغلبيه
الدراري الصغار كيعشقوا الماطر في الصغر ديالهم، كاين اللي كيبقى يرد بال ديما يسمع شي صوت كيدور، كاع عشنا هادشي في الصغر الصراحة، لا لا يحرم شي واحد. فوالا فوالا حنا ندوروه دوروه دوروه ولكن يدورش هو. يا سلام زوينة زوينة. شوفوا معايا السكوتر وسط المدينة والزحام راه ما كاينش المشكل. يا سلام يا سلام. الا نسيت شي حاجه فكروني في الكومونتير، غنبارطاجي معكم حاجه وحده اللي نسيتها غنساها، وهي طريقه ديال ديماراج والطريقه ديال نحلو لاسيل. كوب كورون فيه بيكي سونترال، فيه كوب كورون جنب، في البيكي ديال الجنب فيه كوب كورون، كوب كورون هي هنايا، فيه كات سينيال، لي كوموند فيه مخدومين. شنو نقول لكم حاجه وحده اللي ما عجبتنيش فيها، داروا الطوب كيس، داروا السيبور توب كيس وما جابوش فيه توب كيس، هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش. مي موتور زوين ولكن بالنسبه كما كتشوفوا معايا الموتور هو هذا، كيجينا ماكينه فيه كما كنقولوا 200، هذا هو الكلي سمارت ديالو، فيه جوج هنايا، فيه حتى هنا باش مثلا سكتو. دابا دابا تلوكا لوكينا هنا، الساروت كتحل، اون فوا كتحل كدور النقشه الاولى طق كتحل لاسيل، فوالا هاي تحلت لاسيل، فيه كبيرة يعني كدير فيها الساك ديالك باش ديالك كلشي ديال كما كتشوفوا هاد الكوموند، كتحل الريزرفوار هنا، كتحل الريزرفوار صافي وكتسد وكدور جوج دورات، الدورة الأولى كما قلنا كتحل لاسيل وكتحل الريزرفوار، والدورة الثانية فوالا الدورة الأولى الثانية كديماري كتشعلك الطابلو كما شفتوا، ها هو الطابلو شاعل. وقولوا لي الراي ديالكم في هاد الدراجه الناريه. بالنسبه للريتروات اللي فيه بحال كاع الماطر اللي ولاو كيدخلوا دابا مؤخرا جداد 2024 تقريبا بحال بحال. ديبار زوين. يلا الخوت نتمنى لكم الخير، الا نسيت شي حاجه فكروني في كومونتير، الكاميرا غادي تطفى ليا ضربت الطريق طويله. نتمنى لكم الخير اخوت، والسلام عليكم ومرحبا بكم، تسناو فيديوهات جايين جداد الشهر الجاي انا معكم ان شاء الله بحول الله. يلا الخوت تهلاو لي اخوتي فريوسكم، والسلام عليكم.